توقعنا انه هتكون مباراة قوية ما بين الفريقين، والنتيجة فعلا بتعبر عن قوة المباراة. لكن اسلام، يعني الزمالك كان هو صاحب المبادرة وسجل هدفين في البداية، تقدم 2-0. ليه الزمالك ما قدرش ان هو يحافظ على تقدمه في النتيجة؟ ويمكن قد يكون سيناريو مكرر للي حصل في مباراة المريخ، لكن قدر في مباراة المريخ الزمالك ان هو يتدارك الموقف في نهاية المباراة. يعني زي ما انت بتقول احسن، نتيجة مكررة لمباراة المريخ، ده كربونة من مباراة المريخ بالظبط. يعني اللي الزمالك بيسجل جون في الدقيقة الأولى، يمكن النهاردة كمان توفيق ان الكرة تلعب بالعرض، الراجل سجلها في نفسه عماد أبو بكر، فالزمالك الجيم بيتسهل له بعدين يقدر يسجل جون تاني في ظل ان المصري كان بيحاول يرجع للنتيجة. الزمالك بيسجل الجون التاني عشان يصعب المباراة على المصري أكتر. لكن وانت بتتابع الجيم والماتش 2-0 كان باين جدا ان المصري هو الأقرب، ان المصري هو اللي بيوصل للجون اكتر، المصري هو الاخطر. صحيح. اكتر من كوره للمصري تهديد مباشر على المرمى الزمالك الشوط الاول، لغايه ما جريندو سجل بجون كربونه من كوره اتلعبت برده في اول اللقاء، الكوره اللي تحمد صبحي طلع شالها بره. مظبوط. الزمالك عنده مشاكل حقيقه، مشاكل جوه الملعب، ومشاكل في الكوتشنج، ومشاكل في طريقه اللعب، ومشاكل حتى في الروح، في طريقه يعني انا بشوف ان صعبه جدا على فرقه زي الزمالك، حتى لو انت النهارده عندك مشاكل فنيه، يعني ايا كانت انواع المشاكل، ان الفريق يلعب مباراتين ورا بعض يبقى متقدم على المريخ، في المريخ السوداني مع كامل الاحترام مش بالفريق القوي، فيسجل في الزمالك 3 اهداف في استاد القاهره ويرجع عليه في النتيجه، بعدين الزمالك النهارده يكون متقدم على النادي المصري، النادي المصري فرقه صعبه. الفكره بقى انت لما بتتقدم لازم تعرف تحافظ على الجيم. ايوه. لازم تعرف لما تقرر انك تلعب تحت الكوره تعرف تدافع، لما تشوف ان كابتن حسام حسن عامل جبهه قويه جدا من عند عمر جابر وبيتم اختراقها بمنتهى السهوله، فين بقى الكوتشنج؟ فين ان انت تقفل الجبهه دي بين ان انت عندك مشاكل في نص الملعب؟ حاجات كتيره جدا الحقيقه حسام، مشاكل كتيره جدا، ومشاكل من الجهاز الفني، مشاكل من اللعيبه، ان لتاني مره فرقه الزمالك الفرقه، يعني بص الزمالك انا بشوف بالاربع مدافعين اللي بيلعب بيهم دول تحس ان الفرقه دي بتلعب من غير اطراف، اي هجمه لا هجوميا ولا دفاعيا، ولا بيهاجموا ولا بيدافعوا، اي هجمه بتروح على طرف من اطراف الملعب في الزمالك بتشكل خطوره على الفريق بمنتهى الاريحيه. الجيم ده كان ممكن يخلص اكتر من كده لصالح النادي المصري، لكن الحقيقه انت في الاخر لو تقول عنوان الماتش ده تحديدا فهو فوز مستحق جدا لكابتن حسام حسن وللمصري على حساب الزمالك. لعيبه الزمالك بتواصل، وفي نقطه يعني انا مش عارف هل لعيبه الزمالك والفرقه كلها مدركه ده، ان الزمالك عمال يبعد عن الاشتراك في البطولات الافريقيه، يعني الزمالك عنده شبح اسمه ان انت ان هو ايه، الفرقه دايما بتقول لك انا عايز العب دوري الابطال، عايز العب خلاص في الكونفدراليه، الزمالك داخل على مرحله ان ممكن ما يلعبش في الاثنين. مظبوط. لان انت النهارده الزمالك كل ماتشاته في الدوري بيخسر بيخسر، حتى لما الاتحاد السكندري الاقرب خسر الزمالك نفسه عمال يخسر له، فطبيعي دي مشكله كبيره جدا لاي فريق، مشكله في التعاقدات، ان انت النهارده هتلعب سنه كامله ما بتلعبش في بطولات افريقيا، لا طبعا مشكله كبيره جدا للزمالك، واعتقد النتائج كلها هوبه بتقول ان الفريق عنده لا هيبقى الفتره الجايه صعبه جدا، ماشي في سكه غلط كمان، صعبه جدا يعني. طبعا.